سلام سلام أحبتي حبيباتي بشبشاتي زميلاتي صديقاتي، إليكم اليوم الرشتة. هذه الرشتة نتاع الوزين نتاع المقارونة، درتها بهذه الطريقة باش تشوفوا ما بين الرشتة نتاع خدمة اليدين والرشتة نتاع الحوانت صديقة الشراء. اليوم مقادير بسيطة، شفتوها كيفاش دايره هايله. الوغ شويه بصل شويه ثوم، راح نرحيهم هادوما. نبدا على بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدا بالمقادير. عندي شويه صدر الدجاج راح نرحيه، جوي الكوبي اون بيتي مورسو، صدير نقطعه صغير. وهنا البصله يعني قطعتها عشوائي ونديرها في الرحايه، نرحيهم. فوالا، بعد ما رحيت البصل نقسمه على زوج، واحد نخليه ندير به اللحم تاع الدجاج اللي نرحيه، والاخر نديره في المرقه. المرقه البيضاء هذه تجي خفيفه هايله على طريقتي، شوفوا مليح. وسيتو لي ديبيتونت، البنات الصغار اللي مازال عينهم في الكوزينه، تبعوا طريقه امكم حوريه ولا اختكم الكبيره حوريه. طريقه هايله وسهله. دركا انا درت طريقتين في هذا الفيديو. فيديو شويه طويل، بكبروا بالكم، راني درت لكم حاجه هايله ومهمه. يعني الناس درك نقول لكم وخلاص، يلا كلمات وخلاص، كلام وخلاص قال واحد. الوغ ندير شويه الدبشه ومعدنوس في هذاك اللحم تاع الدجاج، انا قطعته قدامكم شفتوه، نقطعو مليح. صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقطعو يعني نرحيه بلوتو، نرحيه حنا بكري حتى ما نرحوش، ندقوه في المهرس يدق هايل، ونديرو دي بولات. ولا بعد ما ترحى هو جا خضر يا حبيبي، الله يخضر علينا وعليكم الايام، يا اله الكون يا اله الملكوت، يلا وشكرا محبوب يا المحبيب، بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير. نديرو لها شويه زنجبيل، الدجاج يبغي زنجبيل صحي اولا. هنا شويه فاح، ولا كان عندكم شويه كرويه. ديروا لها الملح بيان سور، تكثروش ياسر باش ما تجيكمش كاك مالحه تقدروش تاكلوها. ودوخ ثاني طلع لا طونسيون، الدنيا صعيبه، الملح نقصوا منه. هنا شويه فلفل الكحل، فلفل الكحل يجي مليح فيها. فوالا، ونخلط نخلط ونجلط ونخلط ونجلط. بون هنايا كثروا لي اللايك وفضلكم، ربي يبارك فيكم. هنا ندير لها قطره زيت وما عنديش ياسر. بون هنا قطره زيت ونكركبها، نديرها كراكب دي بتيت بول، ونقليهم نقليهم في الزيت وشويه زبده بيان سور باش يجيو بنان يا حبيبه. هنا ندير لها لا شابلوغ باش تطم لي، تضم تتلم يعني. هنا اللي عنده لا موطارد يدير، اللي ما عندوش ما يديرش. عندكم تكثروا ديروا غير نقطه في راس المغرف باش تجي شويه فيها هذيك البنه تاع الموطارد الحامل بالحموضي، مادام ما عندناش الطوماطيش يعني ما نديرولهاش، جيكم بنينه بنينه بنينه. تقولي ناكل تاكلوا صبعيكم من وراه، يتبعوا الطريقه هذه دوك تشوفوه، يعني اي مبتكره واولى في اليوتيوب. حوسوا عليهم هاد زوج هاد الفيديو هذا اللي فيه زوج رشتات، ما تلقاوهش تلقوه عند حوريه بقى. يلا كثروا لي لايك ونفضلكم، ربي يبارك فيكم وجزاكم الله كل خير، وراكم حفزيني وراكم تتبعين يعني، ربي يبارك فيكم وخلاص. ربي ان شاء الله يعطيكم ما تتمنوا. هنا راني نكركب فيهم، كي توحل شويه وما تقدرش دير اغطسي ديك فيه شويه ماء ولا زيت خير.
انا يا زيت ما المهم تطم لي داك الكركوبه نتاع الدجاج، يجي واحد البنه مع داك الثوم والبصل والتوابل ولا شابلور، روعه روعه روعه. جربوها بهذه الطريقه، انا ساعات نزيد لها حتى فرماجه، والله كي دير لها فرماجه تعود بنينه ثاني روعه، حدا حاجه واحده اخرى. انا الكثره في اللحم المكفت هو اللي ندير له الفرماج، اما هذا الدجاج ما نديرلوش. بعد ما نكمل الوغ هنايا الماء عندي، الماء يغلي غالي، درت ديك الصفايه تما، نتوما ما ديروها ما والو، انا درتها غير باش في ساعه نهزها، ما عنديش الوقت نقعد نهز بال ونصفي ونعاود، لا لا هنايا ولا غير فاضت لي ودارت لي الدنيا كل تاع الغاز، ما ديروش كيما انا. الوغ شوفوا ديك الرشته تاع برا تاع الاندستري، هذه رشته اندستريال، استدير في المصانع كيما المقارونه كيما دايرينها رشته، بصح جي مقارونه جي عجين ما كانش، هذوك تشوفوها ما بين الرشته نتاع اليدويه كيما نقول انا، هذيك هاي اللي تشوفوها مليح، تغلى شويه واحد 8 دقائق ولا 7، كي تغلى ديروها نحوها، يعني إذا تلاقي الملح برك ما ندلاش الزيت. اونتخ طون راني باش نقلي دوك لي بولات نتاع الدجاج، باش ندير المرقه نتاعي، ياك انا صامته قاعده ندير بالمغرف باش يدخل داك، باش ما تقعدش واحده نيه وحده طايبه. هنا عندي شويه زيت نقطه، فوالا ربع كاس زيت ولا اي ربع نص كاس نتاع تاي، نص كاس تاي تاع زيت، نديرو تاي تاني ثم عندو الزبده يدير هاك طابت الاخرى، كون زدتها شويه راهي تعجنت. ديرلها شويه زبده قلت لكم للزيت باش نقلي هذوك لي بولات يجيو بنان بنان. هذا مكان طريقه سهله بسيطه بهذه نتاع البرا، يعني نتاع هاد المقارونه رشته مكتوب عليها رشته، درتها بهذه الطريقه تجي بنينه بنينه وخفيفه، حتى الزيت كون شفتو ما فيهاش هد هدب، هذا هو الزيت اللي راح نقلي به في هاد الاخر لندير به لاصوص بلانش، جي اروع ما يكون. تبعوا الطريقه، وهذا راني نغسل في واحد الزربيه مريت لكمش برك قطع لي الفيديو، كعاد الماء سخون وداك قلت هي نغسلها باسكو جاي الشتاء وكنا مفرشينهم، يعني ما انا ما نهزش الزرابه، نهز غير تاع الاول ولا داك، والاخرين لا تاع البيوت لا ما نهزهمش، ما نمشوش في الارض خاطر الارض تعود بارده ولا دا، المهم ما نهزش خلاص كل واحد وكيفه داير. انا نحمرهم مليح باش عندنا منظر مليح ويطيبوا، مازال نطيبهم في المرقه نتاعهم يعني نلوحهم هذاك هو يقعدوا طيبين، فوالا كيما هذا اللون عندكم تحرقوهم بنان، تقدروا تاكلوهم حتى درك بنان بنان واحد الريحه تفحفح يا دايا وما نقرش بوب بوب نوحس يا ما تنسونيش بالمشاركة ولي لايك، نورمال ما راك وصلتوني للعشرة الاف ما نسهلش، يا كان يا خوتكم وامكم وصاحبتكم الدنيا كل. هنايا عندي البصلة والتوابل اللي درتهم كيما درت في الاخرين هذوكا، شوية كركم شوية زنجبيل وفلفل كحل وملح وثوم وبصل، نخليهم يتكتكوا في ديك في ذاك الزيت والزبده نتاع اللي قليت فيهم الدجاج، تجي بنه هايله هايله هايله. جربوه على طريقتي، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وان شاء الله اللي فات ودار لي لايك يجعلوا في ميزان حسناتكم اثقالا، يعني حتى كلمه الكلمه طيبه حسنه، ربي لي قايل مش العبد، وكي تفرحوا لعبدك وعارفين
طول نهارنا قاعده في الدار، فرحوني شويه، ربي يفرحكم ان شاء الله، ربي يخليكم ليا بركه بو عسريه وخاتم الانبياء. ولا روحوا جيو عندكم تاني، تخرطوها المقله تقولوا قالت حوريه روحوا جيو. انا عندي ديك المغرف تاع نورمالمون تاع العود، هنا عندي شويه فارينه، جوج مغارف فارينه، ولا نتوما على حسب العائله نتاعكم واش درتوا، نخلطوها في شويه ماء بارد. على هذا هو الماء اللي راح نمرقوا به هذيك البصل اللي كيداب مليح، قلوه مليح، ما ماشي طاب ما طاب وتحط عليها الفرينه، الفرينه لازم لها تطيب. انا عادت بيد وحده راني هكا تشوف في المغرب فيها الفرينه وهكذا، خاطر راني شاده البورطابل، هذاك السيبور ما حبش يشد لي، ما عارف عليه واش اللي ندير السيبور اللي نديرو يروح. ايوا جي فيه خير من تجيني فيا ناي. المهم اكيد محروقه بسلامتكم. المهم هذاك عيدات كل الرغاوي، نخلط الفارينة هذيك، قعد نخلط فيها حتى انت تعقد لاصوص نتاعنا، لاصوص تشوفي فيها الصفرة فيها الكركم، انا نبغيها بصفرار خاطر فيها الدجاج، نبغيها بصفرار ماشي بياض، تجي بنينة وخلاص. المهم هادوك لي بولات عمك رايحين مالين الاصفر، وهذه مرقه صفراء تجي على كيف كيفها، يلا طيحوا تما ثاني بلونجو، يلا الحال حامي والدنيا حاميه وانتم حاميين، يلا عوموا يا عوموا. واحد الريحه راهي، واحد البنه روعه، جربوها هذه، تقدروا ديروا حتى في الدويده ولا، بصح تجي في الرشته هذه نتاع نتاع، قلت انا نتاع الحكومه. تحيا الحكومه. قلت لكم هذيك الوغ، شوفوا هاي وجدت الرشته نتاعنا، درت لها شويه زبده بيان سور، في ساعه طيب، هي سنك سنك طيب، نسقوها على بركة الله. هيا قربوا لينا يلا، شفتوا كيفاش لا كولو، هذيك بيضه الرشته، ولا كولو هذيك تجيها فوقها اروع ما يكون. نسقوها كامله ونحطوا دوك لي بولات وناكلو، كان بغيتو بالفرشيطه كان بغيتو بالمغرف، خاطر راحين تهزوا ديك البولات بالمغرف، كل واحد كيفاش يبغي ياكل، ولا شويه معدنوس، شتي كيفاش دايره. صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نقدموها ساخنه بيان سور، تجي اروع ما ياكل، ناكلوها بلا خبز. فوالا كاين اللي البركوكش ولا الطعام ياكلوا معاه الخبز، كولوا الخبز واش عليه. المهم بصحتكم. دركا نشوفوا الرشته نتاع الدار التقليديه العاصميه اللي تجي في المولد النبوي الشريف، راهو قريب، شوفوها كيفاش جات. هنا عندكم الماشينه نتاعكم، خرجوها، خرجوا الماشينه القديمه، شوفوا ايدي كيفاش محروقه بسلامتكم، وين نتعافر، خرجوا الماشينه مسحوها وخلوها تخدم، فوالا نخدموا فيها بزوج جوايا، الجهه اللي نخرج فيها دوك تاع الصامصه الورق الصامصه ودوك الحوايج، ولازم دوك تشوفوا كيفاش المقادير تاع العجينه وكيفاش، وراني مسحتها هذه على فان، درك هذه على فان كي بعد ما خدمت كامل، درت لوزين هنا يا حسره، دوك تشوفوا الفرينه الطاير والدنيا كل مغبره والقطاطاي ميوكو وانا يا هايجه الدنيا كل. واش نقول لكم، راني نحفز فيكم باش تنوضوا، برك الله راني مانيش قادره، بصح لازم نوض، لازم 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 هاكي، كيفاش يقعد راقد الواحد، واقول اعملوا صير الله عملكم. عندنا شوية سميد، سميد رطب، ولا يكون رطب، غربلوه مليح، ولا أنا درت 3 كيلات
بول دي بول هكا عينكم يا ميزانكم، ماشي شرط ديروا بالكيله، ماشي بالكيله هذه، نديروا لها شويه ملح في الماء باش تذوب مليح، ولا ندير بيدي بيان سور راح نعجن بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيدنا محمد. أن عندكم تبلوها ياسر، هذه تعجن قاسية، لازم تكون عاصية العجينة، تلموها بالعقل تتلم أبقى عاجن فيها، تعجنها شوية تخليها تريح تروح تخدم بماشينتك. لكن اللي من عطاها لك بلاش درك تشوفه، والله فرحانة بها هذه الرشتة خير من اللي نشريها من برا. أنا واش عليها ربي، إن شاء الله ربي نوبلهم الناس اللي يتبيع، بصح كي ديريها وحدك راهي حاجة واحدة أخرى. أنا بكري نض في ليكول، نض في الليل نبدا نخرج في العجين، بس كنشتي المقارونات ونشتي هاد الحوايج العجاجل هادي عندنا يا حسراه، ما عندها اكثر من 40 سنه هاد الماركاتو، نو ماشي ماركاتو، هاد الروانطا ولا شي يقولوا لهاد الماشينه، ساعه ساعه ونجبدها ليا مره ما جبدتها يا حسراه. نلم العجين ونعجنو كيما قلت لكم عاصي قاسي باش تخرج لكم رشتة على كيف كيفه. هاكو شفتوها في الاول كيفاش مصنعه وكيفاش فيها الدجاج وفيها المرقة، ولا شوفوا رشتة على طريقتي فيها شويه تعب. انا درت داك النهار الرشتة نتاع الحوانت، وانا شفتها هكذاك قلت وراس ديني غير راس ديني داك ان نديرها بيدي، على واش انا عندي الماشينه نقعد راقده، ما كاش مسهل منها. طموها تدير سمو بسم الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد اللي عنده ضيق في قلبه ولا هم ولا هز هم حتى حبيب دنيا، انا والله غير هز حتى على احبابي ولا صحاباتي ولا كيقولوا لي كلمه ان نقعد نقول كيفاش او مريض وربي ان شاء الله يجيب له الشفاء وربي ان شاء الله يعني حالي هذيك الحاجه يا ربي، نطلب له خاطر المثل الملك اللي تطلب في ذاك الناس اللي ما تعرفهمش والناس اللي بعاد عليك ولا ذاك يا رب العالمين، ذاك الملك يقول لك ولك بالمثل، يعني علاش ما نطلبلوش حاجه مليحه، انا يقول لي ولك بالمثل، فهمت؟ يلا المهم ديما متوضي الواحد، من فضلكم سيتو تشوفوا تسمعوا بهاد لي زاكسيدون، هاد الكوارث الطبيعيه، هاد الحرائق، كثروا المعارف ماشي شرط تعطوا المعروف الكبير، ماشي شرط تذبحوا، يا لو كان خبزه كي تشري الخبز فرقها اعطيها لواحد تشوفوا ما عندوش ولا حاجه اعطيها له، ولا حتى كل الجيران زوج خبزات عارفهم باللي دخلهم ضعيف، زوج خبزات يفرحوا بهم، لاكو شربوا سيتو كان الصباح بعد اكو شربوا بهم القهوه. المهم ديما الوضوء، ديما الوضوء، ديما متوضيين. كان 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 دخلت حاشاكم للطوالات لازم تتوضا كانك راح تصلي، حتى انت ماكش راح تصلي وقت ماش صلاه، مي توضى هذاك الوضوء رب العالمين ما يفد فيك حتى حاجه. ام قداش واحد الناس اللي تسحر بعيد الشر خارجين طريق وخارجين ملة وخارجين من ملة سيدنا محمد، بصح هما يتمادوا في الخطا نتاعهم، يديروا في الحوايج الخايبه للناس، بهذاك الوضوء رب العالمين يحجب عليك الشياطين الانسي والجن. هذاك الوضوء بربي ان شاء الله ما يدير ما يمسك حتى حاجه. علاش ساعات عباد كاينين عباد صالحين ياسر في الدنيا ربي ما يبغيش عليهم، كيديروا لهم حاجه يرجع على داك العبد، يا تجي فيه ولاده يا تجي فيه صحته يا تجي فيه حبيب دنيا قريب ليه ياسر يعود واحل فيه، يقول له يوحل في روحك. ما ندير العبد ما ندور بالحوايج هادو كيما هادو يخرجوا على المله، راه وجه ربي ما تشوفوهش، هادو سيتو اللي خارجين طريق ويديروا في العمل اللي رجعت الدنيا تقولي جاهلين،
المهم ما شفت واني عجنت الحداثه بالكلاب، ديرها في ساشي، نروح نوجد المرقه. لاصوص نتاعنا نتاع الصوص سهله وتجي بنينه، ديروها على طريقتي وتشوفوها. طريقه حوريه في تقرت بلا تراديسيونال عاصمي، عاصمه الجزائر، وحنا ولينا نطيبوا الرشته في المناسبات، سيتو في المناسبه هاي جايه قريب، مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين. عندي شويه بصله مقطعتها رقيقه، شويه زبده، ولا عندكم شويه سمن خير، زيت وزبده راكو تشوفوا على حسب المقادير تاعكم. اش ندير لكم، حنا ماهيش روسات نتاع قاطو، حندير لكم المقادير. فلفل كحل وملح وقرفه بوان، فلفل كحل وملح وقرفه با بلوس. عندي شويه دجاج، يعني اللي عنده اللي كيما تبغي نتايا، اللي عندك الدجاج ديرو، المهم الرشته تجيب الدجاج. هنا عندي الحمص، الحمص مرنخ ماهوش طايب، نديرو ديل ديبي استاديغ من اول بالاول، بعد نخليهم يتقلوا هادوما، نخليهم يتقلوا مليح. والحمص هذا كان قلت لكم عليه نحطه هنا بعد ما صفيته، الوغ غسلته بيان سور، كان في الكونجيلاتور انا دائما نغسله، غسلته ونحطه هنا يتقلى مع باسكو الحمص ما فيهش البنه، باش يبن الحمص نقليه مع البصله. وال هنا شوفوا البصله كيفاش ماتت في التقليه هذيك. التوابل نديرهم دركا، قرفه وفلفل كحل وملح نديرهم دركا، نقليه، نزيد نقلي شوي ونمرق. هنا قبل ما نمرق ندير الكورجات، ندير الجريوات والنافيس تاديغ الخردل، اللفت هنا نقليه باش ما يجينيش صامط، فهمتوا؟ ما ندير له لا ملح لا فلفل كحل، انا شفت اخرين يديروا بالملح والفلفل كحل في الاخر، انا ما ندير له لا ملح لا فلفل كحل. هذيك الملح والفلفل كحل اللي راهم في المرقه هذيك، هذاك هما يديروا لافير. بعد ما قليته وديته وجبته شويه دخل فيه الشيء، ندير له المرقه. بعد ما تقلت مليح البصله، قلوها مليح باش كل ما تقلى مليح البرمه كل ما تجيكم الحاجه بنينه، راهو الطيابيدين وكلكم تعرفوا تطيبوا. هنا العجينه نتاعنا خلاص درتها ان بودا، نقصها لطرف صغار اللي يقدروا كي نحلهم يتحلوا في الماشينه. فوالا تقول صبعين هذوك ياك، انا تقطع لي من الفيديو قلت طويل ينقطع منه شويه ما يبقاش كذا كام داير. انا جبتها في طابله واحده اخرى، طاوله العمل، نديرهم كراكب ونغطيهم بالنيلون استدير باش ما ينشفوليش، ونبدا نحل بالوحده. تقدري تحلي بيديك كما راني انا يا دركا، تقدري تحلي بالحلال، انا عندي الحلال وقلت نحلها بيدي باش الناس اللي ما عندهمش الحلال، خاطر الاخر مليحه ماهيش العجينه مليحه طريه، يعني ماهيش يابسه تطرى. نحطهم في الطبسي هذوك ما نكركب ما والو، هاكا شوفوا ساهله مالها باش ما نقعدش نتعب في روحي. هنا عندي في طبسي فيه النشا، ولازم نحلها بالنشا باش تجي مليحه، جي طويلة دوك تشوفوها. أنا من بكري خلاص معلمتني بنت عمي في البليدة، بليدية بيان سيغ، نروح نصيف عندهم هي تدير قدامي هاد الحوايج. والله ما تقول لي مسكينة روحي عاونيني، أنا كنت صغيرة منعاون ما والو، تا كبيرة شوية منعاون ما والو، ما يقبلوا ليش، ما يقولوا لي قعدي ريحي. هاني عارفيني دوك نتعب كي كبرت. حلوها بالحلال ولا حلوها بيدكم كيما راني انايا، هذاك راهو النشا، غبروها مليح بالنشا باش تحلكم فاسيلمون بالماشينه. هنايا نديرها في رقم
واحد ولا زوج على حسب الماشينه نتاعكم. الخشين لازم الخشين باش تخرج لكم فيسه. انا ديريكتومون درتها في شويه رقيق بس ما يتخرج لي، وانتم ديروها في الرقيق في الخشين باش فيسه تخرج. هاي درك درتها في الخشين، فيسه خرج، درك نديرها في الرقيق باش تخرج لي الحاجه اللي بغيتها انا. اكو عارفين يد وحده و السيف ما ندير، وانا ثقيله تاني شوي مش خفيف، هنخفف في روحي نلقى روحي ثقيله ثقيله حبيبه، جايبه امي الثقل ثقيله مركحه راكحه. انا نحلها تاني ندير لكم وحده اخرى شوفوها، نحلهم كامل ونخليهم شويه ينشفوا ونعاود نحلهم نحل نتاع بتاع الرشته. ولا شتو بيتكم باش انا في واحد خشين صديق في الدو درتها في الدو. ولا نخليهم شويه اللم، يعني نحلو اللم حتى ندير ولا يعني ندير فيها في الرقيق دركا هنايا في المرحله الاخيره ما قبل الاخيره. درك نخليهم ينشفوا على الطول، يعني فرشت لهم دي طوغشون صديق ناشف سرافت يعني. ولا كون شفتوا ولا باش نقعد نوريكم كلها، كون شفتوا كيفاش نخليهم شويه ينشفوا على نروح نروك لجهه تاع الرشته ونحل يا حبيبه. نزيد شوفوا الحلال دركا، راني نحل بالحلال باش الناس اللي تقول محسوبه غير بايدها ولا حاجه، هاني نحل بالحلال ونحط في الماشينه ساغوفيا وما كيف كيف ساغوفيا وما استاذ كيف كيف نحل باليد ولا بالحلال نتيجه واحده. ما تنساوش تنشفوا مليح بالنشا، النشا هو النشا. اشوف انا سرعت الفيديو باش تشوفوا كيفاش راني ندير. فوالا راني في نومرو كبير صديق 7-8 خرجوا رقيق على كيف الرسوم المتحركه. خلاص دركا دركا راني نحل بالفرشته هاك شتو هياك الرشته هنا. شوفوا كيفاش لاسيست حوريتكم، ندير لها الزيت بالبانسو كل ما نخرج وحده ندير لها باش ما تتعجنش وما تدخلش في بعضها. شتا كيفاش لقيت لها استيس بالبانسو نهز على الطول ونحط انا فكعت بيد وحده، راني ندير لكم هكذا بيد بزوج يدين نهز العجينه هذيك نتاع اللي خرجت رشته وندير لها الزيت بالبانسو باش نحطها في الكسكاس ثاني ندهنو بالبانسو بالزيت ونحطها نفور هذيك الصغيره هذيك شويه نروح نفورها نعاود ندير حاجه واحده اخرى. هاي ليك شوفوها خرجت رشته هايله 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 ها ندهنها بالزيت. هنا انا دهنت بالبانسو الكسكاس راح نفورها، نفور غير شويه ما نحطش حتى بعضها ما يتعجنولي. شو المعمل اللي حلاته، هذه فارينه هذه رشته هذه تم الزيت تدفق لي، عاود جبت واحد اخر الدنيا كلها يتم واش يسيقني. عاود ربي يعاوني. المهم هذا هو، نروح راني دايره الماء يغلي دوك نفورها ونزيد شويه ندهنها ونحطها بجهه. دهنوش ياسر بالزيت غير شويه شويه. هاي اللي كفارت شوفوا كيفاش شدت روحها. ولا هي كل وحده وحده غير كانت حاميه وانا بيد وحده خفت لها الفيديو يطلع عليه الفار. هذه هي الرشته يا حبايبي، ما كاش ما سهل منها.
ينوض يعني الصباح بكري الواحد يخدمها ولكن يخليها الغدوة ولا غير غدوة يطيبها. وهذه هي أنا نوض الصباح بكري هاكو شايفين يدي فيها هدا فارينة و كهوة أنا نخدم بيهم عاوليك شتوم كيفاش هاي لا هاي فارت بعد ما فورتها مرة أنا زدت لها الفورة الزوجة ندير لها شوية زبدة ونسقي هاي وجدة المرقان تاعنا هي قربوا لينا يلا واحد البنة خفيفة 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 مع ديك مع ديك المرقان تاع الدجاج جات هاي لا غليت لها بيضات وسقمت بها هكذاك ماشي خير يعني ما كاش مسهل. كثروا لي لايكم وفضلكم يلا انا تعبت ياسر وسهمكم في الجنه وربي يبارك فيكم جميعا وربي يجمعنا ان شاء الله في الجنه النعيم. هيك الزبده انا درت لها غير انايا نزيد لها برك قدامكم هكا باش تشوفوا باللي حتى اللي ما يفهمش الكلام نتاعي او يشوف الصور يعني انا مش نقصد العرب العرب كلها عاد تعرف هضرتي كاش منصارة ولا داك يعرفوا باللي يا دي بور سور لو سور لا رشتا فوالا شتا كيفاش دايره او مش بينها مليح التصوير ماهيش هكا كل دي ظلمه شوفوها كيفاش ظلم الوغ مليحه شوف الحمص درتو في جهه واللفت والاخر درتو في جهه وبين بيصلات الناس هاكو كلوا شوي هاكو ذوقوا شوي بيض يلا سهمكم في الجنة وربي يبارك فيكم جميعا جربوها جربوها على طريقتي راهي جات هايلة وخفيفة قلت لكم ليماج هي اللي مش واضحة مليح المهم هذا هو النافي استدير الخرد الطاب هايل وكل شيء طيب فيها مليح الحمص الدنيا كل ودرت لها جوات فلفل فوق قليتهم حطيتهم الفوق يلا دوقوا شوي اللحم تاني دايب كل شايفين منشان طيب طاب ما طاب المهم ده هو يلا كتروا لي لايك وفضلكم لكان وصلتوا لهادي ربي يبارك فيكم جميعا وبارتاجوا لي الفلي جروب من فضلكم هاد الفيديو ربي يبارك فيكم وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.